ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي. صباح الخير مرام. صباح النور إسماعيل، أهلا بك. مرام، نبدأ من العلاقات الروسية الصينية. الزيارة الثانية خلال 6 أشهر، بوتين يزور الصين هذا الأسبوع، كيف تقرأ هذه الزيارة؟ نعم، وبالحقيقة هي الزيارة الأولى له بعد توليه ولاية خامسة رئاسية جديدة. تأتي هذه الزيارة في يومي 16 و17 من مايو أيار الجاري، أي يوم غد، وسينطلق فيها الرئيس بوتين حاملا معه عدد من الملفات التي تشير وزارة الخارجية الروسية في بيانها إلى أنها ربما ملفات اقتصادية أكثر مما أن تكون ملفات أخرى. وقال الكرملين أيضا في بيان حول هذه الزيارة أن الرئيس بوتين سيبحث مع نظيره الصيني بالتفصيل مجموعة من قضايا الشراكة الواسعة بين الجانبين، وسيحدد الطرفان المجالات الرئيسية لتطوير التعاون الاستراتيجي المشترك، وأيضا بالنظر إلى القضايا الدولية والأقليمية الأكثر إلحاحا. وهذا أيضا ما أكدته الخارجية الصينية في بيانها، إضافة إلى أن الجانبان تحدثا عن توقيع وثائق مشتركة وبيانات بين الجانبين دون تحديد طبيعة هذه البيانات التي سيتم توقيعها. ولكن الزيارة في مضمونها ربما تحمل طابعا اقتصاديا شاملا، كون أننا نعلم أن بكين وموسكو قد وقعتا اتفاقية تعاون استراتيجي بلا حدود قبل انطلاق الأزمة الأوكرانية وانطلاق روسيا في صراعها مع أوكرانيا. وأيضا من خلال التصريحات أن هذه الزيارة سيقوم بوتين فيها بزيارة مدينة هاربين، التي سيكون هناك افتتاح لمعرض إكسبو الصيني الروسي، إضافة إلى أيضا المنتدى الروسي الصيني الرابع للتعاون الأقليمي. ومن خلال هذه الزيارة أيضا سيحدد ربما مستوى التعاون الاستراتيجي في المجال الاقتصادي وتطوير هذا التعاون. لكن أيضا إسماعيل، ربما تترافق هذه الزيارة مع الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية الصينية الروسية، ولكن الهدف الرئيسي حسب بعض القراءات أنها تتزامن مع العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الحزمة الثانية عشر من العقوبات، إضافة إلى أن اليوم الولايات المتحدة أيضا حظرت استيراد اليورانيوم المخصب من الجانب الروسي، وهذا الأمر أيضا يندرج في إطار تقييد الاقتصاد الروسي. وهنا روسيا دائما مع كل عقوبات تحاول البحث عن بدائل لتصدير وارداتها. الصين كانت في الدرجة الأولى لتصدير النفط والغاز الروسي بعد طبعا حظره من الاتحاد الأوروبي، واليوم مع حزمة العقوبات الجديدة للولايات المتحدة يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة للصين تترافق مع هذه الخطوات الغربية الجديدة. وبالتالي بدأ معروفا أن كل من بكين وموسكو تنفتحان على هذا التعاون، كون أنه يوجد فائدة مشتركة للجانبين، سواء الصين التي تشتري النفط والغاز والموارد الأخرى من روسيا بأرخص الأسعار، إضافة إلى أن روسيا تبحث عن البدائل وتجدها في السوق الصيني بشكل كبير. تفضل إسماعيل، أعود إليك. مرام، لو انتقلنا إلى أوروبا وملف الهجرة واللاجئين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الموضوع تقرر القارة إصلاحات تاريخية على الهجرة واللجوء، ماذا تحدثيننا عن هذا الموضوع أيضا؟ نعم إسماعيل، يعني نحن تحدثنا مسبقا كثيرا عن الإصلاحات التي يحاول الاتحاد الأوروبي القيام بها لمنع وصول أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير النظاميين، خاصة في ظل الضغوط التي تعاني منها بعض الدول المستقبلة لهذه الأعداد الكبيرة. بعد سنوات من الجدل وعقد ربما كامل لإيجاد الإصلاحات فيما يخص قوانين ومواثيق الهجرة واللجوء في أوروبا، أقر الاتحاد الأوروبي
أثناء اجتماع الوزراء الأوروبيين في بروكسل يوم أمس، الميثاق الذي يحدد الإصلاحات لسياسة الهجرة واللجوء، أهم ما تضمنته هذه الإصلاحات هو وجود أو صناعة مراكز حدودية ستحتجز المهاجرين غير النظاميين لبحث ملفات لجوئهم قبل الموافقة عليها. أيضا تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين الغير مرحب بهم داخل الاتحاد الأوروبي، أي تقليل مدة المهاجرين المرفوضين من قبل دول الاتحاد. أيضا تلزم هذه الحزمة التكتل بمساعدة الدول التي تعتبر المقر الرئيسي لاستقبال هؤلاء المهاجرين مثل إيطاليا واليونان من خلال إعطائهم الأموال أو حتى عبر موارد أخرى. وهذه الدول طبعا تتعرض لضغوط كبيرة في استقبال هؤلاء اللاجئين، إضافة إلى توقيع صفقات مع دول العبور والمنشأ. دول المنشأ طبعا هي التي تصدر أكبر عدد من اللاجئين مثل مصر، موريتانيا أيضا وتونس. سيتم توقيع اتفاقيات مالية معها، عقود مالية لربما تطوير الاقتصاد الداخلي، وبالتالي تمنع أو تقلل من عدد المهاجرين من هذه الدول، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تستند على أن بعض الدول ستقوم بتصدير المهاجرين لدول أخرى لدراسة هذه الملفات. هذه الخطوة ربما وجدناها أن الولايات أو عفوا المملكة المتحدة هي من تقوم بهذه الخطوة بشكل مبدئي من خلال تصدير المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا الدولة الأفريقية، وعلى هذه الخطوات تتبعها تشيكيا والدنمارك بإيجاد البدائل التي يمكن إرسال المهاجرين إليها لحين دراسة ملفات الهجرة لديهم واللجوء. وبالتالي هذه الخطوات ربما تصطدم في بعض الإعاقات، كون أن هناك انتخابات قادمة أو هي وقعت بالفعل إسماعيل، ولكن سيتم تطبيقها في عام 2026 ليس بالكامل، إنما معظم هذه البنود سيتم تطبيقها في عام 2026. ولكن هنا ربما يمكن النظر إلى الانتخابات الأوروبية التي ستجري في الشهر المقبل، والتي ترجح صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهي الأحزاب التي تعارض أساسا وصول هذه الإصلاحات إلى مواثيق الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. تفضل إسماعيل. طيب مرام، يعني فضلا عن احتمالية صعود اليمين الأوروبي أو اليمين المتطرف في أوروبا في الانتخابات القادمة، اليوم ما موقف منظمات حقوق المهاجرين من هذه الإصلاحات الأخيرة؟ نعم إسماعيل، يعني هناك تنديد كبير من قبل المنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المهاجرين التي انتقدت هذه الإصلاحات واعتبرت أنها ستزيد من المأساة الإنسانية. أيضا منظمة العفو الدولية وافقت بعض المنظمات الحقوقية على هذا الطرح. نحن نتحدث إسماعيل عن آلاف المهاجرين الذين يصلون عبر البحار، عبر قطعهم آلاف الأميال، المخاطرة بحياتهم عبر الزوارق ليصلوا أخيرا إلى الحدود الأوروبية ويصطدمون بهذه البنود الجديدة التي تمنع ربما غالبيتهم من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وحصولهم على حق اللجوء. وبالتالي هنا منظمة العفو الدولية تنتقد هذه الأطروحات وتعتبرها أنها تزيد من المأساة الإنسانية للمهاجرين من بلدانهم، والذين أساسا يتعرضون لضغوط إنسانية كبيرة إلى حين وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتالي ربما إصرار الاتحاد الأوروبي أو الكتلة الأوروبية بشكل كامل إضافة إلى المملكة المتحدة على تطبيق هذه البنود ستكون أقوى من هذه الدعوات والانتقادات لدى منظمات حقوق الإنسان، كون أنها من الدول التي عانت في السنوات الأخيرة من أعداد كبيرة من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى أراضيها، وبات الوضع الاقتصادي على خلفية هذه الأزمة يتفاقم في داخل التكتل، وهذا الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يقوم بهذه الخطوات. تفضل إسماعيل، أعود إليك.
مرام، إلى موضوع آخر. أمس تناولت الصحف ووسائل الإعلام خبرا بأن بريطانيا استدعت السفير الصيني بعد اتهام 3 بالتجسس لصالح هونغ كونغ. اليوم ما تفاصيل هذا الخبر وما رد الصين على ذلك؟ نعم، يعني إسماعيل، دائما ما تكون بكين أمام مواجهة هذه الاتهامات سواء من الولايات المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، واليوم بريطانيا توجه هذه الاتهام من خلال استدعاء الخارجية البريطانية للسفير الصيني وإبلاغه بأعمال التجسس والهجمات الإلكترونية واتهام الصين مباشرة بالوقوف ورائها من خلال توقيف 3 أشخاص متهمين بهذه الأعمال. وبحسب ما أوضحت الوزارة أنه تم استدعاء هؤلاء الرجال أمام محكمة في لندن، وأيضا تم الحديث عن أنهم يقومون بإيصال المعلومات إلى جهاز المخابرات في هونغ كونغ. وأيضا زادت هذه المخاوف بالنسبة لبريطانيا كون أنه سبق هذه التهم موجهة لثلاثة رجال، أيضا اتهامات لبرلمانيين بريطانيين بالوقوف أيضا وراء أعمال تجسس لصالح الصين، وذلك خلال فترة قريبة جدا. قبل أيام كان يوجد مثل هذه الاتهامات الموجهة لبرلمانيين بريطانيين، واليوم أيضا أضيف عليهم هذه التهم لثلاث رجال آخرين. وأيضا تقول السفارة الصينية أنها لا يوجد مثل هذه الأعمال، وأنها تشويه لسمعة بكين من خلال اتهامها بأعمال التجسس والهجمات الإلكترونية والسبرانية، بل وجهت اتهاما مباشرا إلى لندن بتلفيق هذه التهم الموجهة للأشخاص الثلاثة، وقالت أنه لا يحق لها التدخل، أي لندن لا يحق لها التدخل بشؤون هونغ كونغ. ونحن نعلم أن هونغ كونغ كانت مستعمرة بريطانية لمدة 156 عاما، وتم إعادتها إلى السيادة الصينية في عام 1997. ولكن إسماعيل، بطبيعة الأحوال الاتهامات الكثيرة للصين بهذه الأعمال التجسسية ربما قد تسبب توترات إضافية سواء في علاقتها مع المملكة المتحدة أو حتى في علاقتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، كون أن أيضا أوروبا والولايات المتحدة تثيرها مثل هذه المخاوف المتكررة والقادمة من قبل الصين. تفضل إسماعيل. من موسكو مراسلتنا مرام حمصي جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.